لما حاصر فرعون بجنوده موسى ومن معه صار أمامهم البحر فقط، وراءهم هؤلاء الجنود. قال موسى لقومه قبل ذلك في الاضطهاد: استعينوا بالله واصبروا. لما صار الحصار واللحاق بهم قال: كلا إن معي ربي سيهدين. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في موقف الصديق في الغار احتاج الصديق للتثبيت، فقال له: لا تحزن إن الله معنا. هذه كلمات تثبيتية مهمة، كلمات تثبيتية مهمة. وأحيانا المصيبة تحصل ويدخل المصاب في نفق العذاب النفسي نتيجة المصيبة، فهنا تأتي التعزية عامل تثبيت. ما هي التعزية؟ أن تخفف عن المصاب مصابة. عز ابن السماك رجلا قال: إن المصيبة واحدة إن جزع أهلها أو صبروا، والمصيبة بالأجر أعظم من المصيبة بالموت. يعني أن تصاب بفقد الأجر أعظم من المصيبة بالموت أصلا. ولذلك فإن الإنسان المسلم في هذه الحالة يحتاج أن من يقول له: رحمة الله خير له منك، وصبرك عليه خير لك منه. رحمة الله ما عند الله خير له منك، وصبرك عليه خير لك منه. صبرك على فقد الولد خير لك من الولد، وما عند الله للولد خير مما عندك للولد. يقول علي بن أبي طالب للأشعث لما عزاه على ابن له: يا أشعث، إنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت موزور، وأنت موزور. أعطاك الله ما على ما رزئت أجره، وأعقبك خيره، ولا أجهد بلاءك بنقمة ولا نزع منك نعمة. يقول واحد للمهدي يعزيه في وفاة ابنته ياقوتة: ثواب الله خير لك منها، ورحمة الله خير لها منك، أسأل الله أن لا يحزنك ولا يفتنك. فكان ذلك من أعظم ما سري به عنه. تلقف الرجل الصالح في مدين موسى عليه السلام الذي جاء خائفا ويحتاج الآن إلى تثبيت، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف. هذا أولا. اثنين: نجوت من القوم الظالمين، لن يصلوا إليك في هذا المكان، لا يستطيعون. ثلاثة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وفر له زوجة ومصدر رزق، ترعى الغنم، تشرب معنا من لبنها، وتأكل معنا من لحمها، وهذه البنت عندك. وماذا يحتاج أكثر من هذا؟ بعض الناس يفقد مالا كما حصل في الخسارات الكثيرة، ولكن بعضهم يختل عقله ولو لمدة معينة. شوف واحد في أزمة الأسهم الماضية يقول: جاءونا للبيت، طرقوا الباب، الحقوا أباكم، إيش في؟ قالوا: أبوكم في المسجد. قلنا: طيب زين. قال: لا، بس روحوا شوف. يقول: رحنا المسجد ولا نحصل أبانا لابس الإحرام، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. مسكين راح فيها. فيقول: يعني خلاص أخذناه، يعني إيش نسوي؟ وصلنا نبغى نجمع من هنا ومن هنا. يقول: جمعنا له يعني من العائلة ومن الأقارب ومن الناس، بس نحط في الرصيد مبلغ، بس نقول شوف شوف، حتى يعود إليه عقله، لأن خلاص اختبل. فيقول: لا ما صار. فنقول: لا شوف هذا الرصيد. يقول: يعني ها، تدريجيا حتى رجع إليه عقله من شدة تعلق الناس بالدنيا.
إذا صار للواحد مصيبة مالية يضيع، تضيع علومه وعقله وكل شيء. ولذلك نحتاج إلى التثبيت حتى في الخسائر المالية، وحتى وعندما تقول له من يريد الله به خيرا يصب منه ويبتلي بالمصائب، والصبر كذا وكذا، وعجبا لأمر المؤمن وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عندما تقال نصوص الأجر على الصبر تثبت. بعض الناس يمرض، المريض يحتاج تثبيت، المريض من شدة المرض ممكن يسب المرض. النبي عليه الصلاة والسلام زار أم السائب فجعلت تسب الحمى فقال لها لا تسب الحمى، خلص هذا المرض قدر، قدر الله ما يستحق السب، لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. وسب المرض ما يذهب المرض. إذن ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الإنسان في حال الاحتضار يحتاج إلى تثبيت، وهذا من أعظم المواقف. والأعمال بالخواتيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما قال لنا عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا تثبيت. لما قال لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بربه، هذه وظيفتنا أن نحسن ظنه بربه. ودخل عليه الصلاة والسلام على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. قال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولذلك كان السلف يجتهدون في تثبيت أصحابهم عند الموت. وحضر صفوان بن سليم عند محمد بن المنكدر وهو في الموت فقال يا أبا عبد الله كأني أراك قد شق عليك الموت، وما زال يهون عليه الأمر وينجلي عن محمد حتى أن وجهه صار كالمصباح، مع أنه الآن نزل به الموت لكن جعل يسري ويخفف عنه حتى صار وجهه كالمصباح. وأبو زرع الرازي لما جاءوا عند أبو حاتم بن وارى والمنذر بن شاذان وأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله استحيوا منه، يعني هذا شيخهم الكبير كيف يقول له قل؟ فقالوا تعالوا نذكر الحديث. طبعا هؤلاء محدثون أصحاب أسانيد وتلاميذ أخذوا من الشيخ. فقال بن وارة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي، وسكت. فقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وسكت. وهكذا فعل البقية. ففتح أبو زرعة عينيه وقال وهو يحتضر حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وخرجت روحه، رحمه الله. طبعا هذا التثبيت يعني من الله، من الذي في هذا الوقت سيتذكر الإسناد والمتن ويقول ما يقول؟ لكن أولياء الله يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهؤلاء التلاميذ والأولاد أسباب